أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة. إلى العناوين البارزة: موقع إخباري يتهم 22 حوثيا بالوقوف وراء اختفاء الدولار في صنعاء. الصحوانت: ميليشيات الحوثي تنقل أجهزة استخباراتية إلى صعدة. بي بي سي: الشرطة الأمريكية تلقي القبض على صبيين بتهمة قتل نصف مليون نحلة. الرئيس الصيني يتقاضى أقل راتب بين الزعماء العالم. أهلا بكم مشاهدينا. اتهمت مصادر مصرفية عصابة من التجار ومستوردي النفط المحسوبين على جماعة الحوثي بتعميق الفجوة المصرفية وبإخفاء العملة الصعبة من السوق المحلية، ويعنون حول ذلك موقع يمن مونيتور. 22 حوثيا يستوردون المشتقات النفطية وراء اختفاء الدولار في اليمن. إلى التفاصيل، قالت المصادر إن كثيرا من محلات وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين تمتنع عن بيع العملات، وكشف أحد ملاك محلات الصرافة في صنعاء كشف عن نحو ما يقارب 22 تاجرا للنفط محسوبين على الحوثيين يقفون بصورة مباشرة وراء الطلب المتزايد على شراء العملات الصعبة مقابل أي ثمن لإنقاذ تجارتهم ولتمكنهم من شراء بضائعهم بعملة الدولار أو الريال السعودي. مضيفا: هؤلاء التجار مستوردون للنفط ومحسوبون على الجماعة، وهم الوحيدون الذين سمحت لهم حكومة الحوثيين باستيراد المشتقات النفطية بعد قرار التعويم الذي شرعنته. العديد من العناوين نقرأها سويا وردت في موقع مصدر أونلاين، بينها عنوان من الجوف: القوات الحكومية تسيطر على وادي تمر ومنطقة سلبة شرقية برط. عنوان من ذمار: قتلى وجرحى في مواجهات بين حوثيين ومسلحين قبليين في مديرية عنس. عنوان آخر: بن داغر يدعو السعودية والإمارات لإرسال خبراء ماليين للمساعدة في وضع خطط مالية. مسؤول بنكي يتحدث عن الوديعة السعودية التي تحتاج لإدارة صحيحة ليكون لها تأثير إيجابي على الريال اليمني. كدت أفقد حياتي في الثامنة من عمري برصاص الجيش اليمني في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي أثناء مداهمته لقريتي ومنزلنا في مديرية السلفية في محافظة ريمة، إذ كانت المديرية حاضنة للجبهة الوطنية. هكذا بدأ علي الجرادي مقاله المنشور في مصدر أونلاين متحدثا عن واحدة من أكثر مراحل اليمن صعوبة، وقال في أجزاء من المقالة: خلال سنوات تشردنا أحرق الجيش بيتنا لثلاث مرات قبل أن يعاد ترميمه في كل مرة، بينما والدي وإخواني في لائحة الاتهام بمساندة الجيش. أول حزن وعيته في حياتي كان فراق أمي لأشهر قبل أن يلتئم شملنا مجددا في الشتات. فجعت برؤيتي للقتلى ورأيت الموت في أعينهم وأنا أمسك بيد والدي أتقوى بساعده على هول الفاجعة. مأساتنا تلك كانت بعيدة عن عدسات الإعلام ومنسية حتى الآن من ملفات جبر الضرر والمصالحة الوطنية. من غربتي وشتات الجديد أتذكر مآسي الأمس، أتساءل كيف قرر الحوثي تفجير الحرب في البلاد والانقلاب على الحوار والاستيلاء على الدولة. كيف له أن يبتلع نهر الدم؟ أتأمل صور الأطفال الذين يدفع بهم للحرب وأتذكر مأساة طفولتي وتشردنا مبكراً. يعتقد الحوثي أنه مخلوق من طينة أخرى وأنه أفضل منا. نحن أبناء الطين ونفحة الله لكل بني آدم ليعتقد من الأوهام ما يشاء. كيف لأطفال اليمن ونسائها ورجالها أن يدفعوا ثمن هذا الوهم؟ لماذا علينا أن نعيش مأساة مروعة لأجل شخص يتوهم أنه من صنف آخر من البشر؟ نحن نكره الحرب إذ أنها مأساة اليوم وحزن الغد الذي لا ينتهي، لكننا لسنا مستعدين أبدا أن نقبل بحياة العبودية في حضرة السيد، لأن الحياة في ظل الميليشيا هي الوجه الآخر للموت.
مشاهدينا، يعنون موقع صحوى نت في أحد تقاريره عن ميليشيات الحوثي التي تنقل أجهزة استخباراتية إلى صعدة، حيث كشفت مصادر يمنية أن ميليشيات الحوثي تنقل أجهزة استخباراتية إلى صعدة، وأيضا ميليشيات الحوثي سحبت عددا من الأجهزة الخاصة بالاستخبارات العسكرية بداية الأسبوع الحالي وقامت بنقلها إلى محافظة صعدة. وقال الموقع مستندا إلى مواقع عربية، قال إن عناصر حوثية متخصصة جرى استقدامها إلى مبنى الاستخبارات العسكرية في صنعاء وسحبت عددا من الأجهزة الخاصة والحديثة وقامت بنقلها إلى معقل الجماعة في صعدة. أعلنت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن المعارك المستعرة في اليمن أرغمت أكثر من 32 ألف شخص على الفرار من ديارهم في الشهرين الماضيين. قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وفقا لموقع بوست، هؤلاء يضافون إلى نحو مليوني يمني نزحوا أصلا بسبب المعارك. قالت المتحدثة باسم المفوضية شابية مانتو، قالت إن تصاعد المعارك في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون وكذلك في محافظتي الحديدة على البحر الأحمر وشبوة الغنية بالنفط في الجنوب تسبب في موجات النزوح الجديدة. قالت المفوضية اللاجئين قالت إن أعمال العنف الأخيرة فاقمت أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 22 مليون شخص، هم حوالي 3/4 السكان، لمساعدة إنسانية. تتابع صحيفة الأيام المعاناة التي تسافر مع النازحين حيثما ارتحلوا، وتعنون الصحيفة النازحون في أبيان يعانون قسوة التشرد ومرارة الجوع. تقول الأيام، تعيش الأسر النازحة في محافظة أبيان أوضاعا صعبة ومأساوية في ظل تقاعس السلطة المحلية والمنظمات الدولية والإقليمية عن القيام بواجبها تجاه النازحين بتقديم مساعدات إغاثية وإيوائية بصورة عاجلة تقيهم من الشتات والبرد القارس. رئيسة جمعية بحر النيل مريم محمد يحيى التي أفادت بأن المعاناة التي يعيشها النازحون من المحافظات الشمالية شديدة، وبأن وضعهم صعب وحياتهم قاسية، وخصوصا نازحي محافظة الحديدة التي حازت على نصيب الأسد من حيث زيادة عدد الأسر التي تتوافد يوميا نتيجة الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي. أضافت مريم، منذ استقبال النازحين لم تلتفت إلينا السلطة المحلية والمنظمات الإنسانية للقيام بواجبها في تخفيف حدة المعاناة على هذه الأسر وفي تقديم الدعم لهم والمساعدات الإيوائية والإغاثية لتستقر أوضاعهم. اقتصاد الحرب، أدوات إدارته مختلفة، هذا عنوان لمقال كتبه السياسي المعروف ياسين سعيد نعمان في الاشتراك نت، ويضيف في الأجزاء من المقالة. بعد أن استنزف الانقلابيون الاحتياطي النقدي للبنك المركزي والبالغ 5 مليارات دولار، والذي تراكم على سنوات بين فائض وعجز في ميزان المدفوعات، إضافة إلى الودائع التي كانت تضخها الدول الشقيقة وخاصة المملكة العربية السعودية، فإن العملة الوطنية الريال أصبحت بلا غطاء، فاقدة الدفاع عن نفسها ومعرضة للانهيار في أي لحظة. اجتمعت العوامل الدافعة نحو الانهيار على نحو لا مثيل له في تاريخ أي بلد آخر. عملة من غير احتياطي نقدي، انهيار منظومة الاقتصاد بما في ذلك الصادرات وتحويلات المغتربين والدعم الخارجي والاقتراض، وانقسام السوق الاقتصادية والمالية ببقاء الجزء الأكبر من السوق الاقتصادية والمالية بيد الانقلابيين وخارج نطاق السياسة وأداء الحكومة الشرعية. والأخطر من هذا أن السوق المالية بكل أدواتها وآلياتها لا تخضع لسياسة موحدة وإجراءات إدارية موحدة. أصبح الاقتصاد رغما عن الجميع اقتصاد حرب، واقتصاديات الحرب تدار كما هو معروف بأدوات إضافية غير الأدوات المالية والاقتصادية والإدارية المعتادة لتجنب الانهيارات الكبرى. ما حدث للعملة هو نتاج لهذه العوامل، وفي الظروف التي سادت وبالأدوات والسياسات التي أدير بها الاقتصاد والأسواق المالية والنقدية،
لكنه كان بالإمكان تجنب الوصول إلى هذا المستوى من الكارثة باتخاذ عدد من الإجراءات التي لا يزال بالإمكان اتخاذها الآن لترافق وديعة المليارين السعودية حتى يتحقق الهدف الرئيسي من وراء ذلك، وهو وقف تدهور العملة ومعها تدهور القيمة الحقيقية للأجور والدخول بصورة عامة، وبالتالي الحياة المعيشية للناس. مشاهدينا، تطال الحرب كل شيء، وآخر ما وصلت إليه يد الحرب في اليمن هو كما علق موقع المشاهد نت: في اليمن المومياوات لم تسلم من الحرب. قال الموقع: داخل مخازن المتحف الوطني وقسم الآثار في جامعة صنعاء ترقد مجموعة من أقدم المومياوات المكتشفة في اليمن، والتي يعود تاريخ بعضها إلى القرن الرابع قبل الميلاد، لكن تلك المومياوات في طريقها اليوم إلى التحلل بسبب تداعيات الحرب المستمرة في البلاد. فيقول أستاذ مواد الترميم بقسم الآثار في كلية الآداب في جامعة صنعاء فهم العريقي، يقول إنه تم تخزين مومياوات المتحف الوطني وعددها 12 بشكل عشوائي، وبنتيجة لعدم صيانتها وترميمها منذ ذلك الوقت بسبب انعدام مواد التعقيم والتبخير والطاقة الكهربائية التي تعرضت 2 منها للتعفن. أضاف العريقي: تحتاج المومياوات إلى صيانة ومعالجة دورية من 6 أشهر إلى سنة، حيث يتم ضبط قياسات الرطوبة والبرودة ودرجة الحرارة على مستويات معينة لمنع انتشار البكتيريا والفطريات والحشرات. احتفلت مديرية بيحان في محافظة شبوة بتحريرها من ميليشيات الحوثي الإنقلابية، لكن بطريقة مختلفة. يعنون موقع عدن الغد: بيحان تحتفل بتحريرها من الميليشيا بعرس رياضي كبير. إلى التفاصيل، قال الموقع: بيحان لم تشهد مثيلا للمهرجان الذي أقيم في المديرية من حيث الجموع الغفيرة التي امتلأت بهم جنبات الملعب. يتابع الموقع: في نهاية المباراة قام الأمين العام للمجلس المحلي عبد ربه هشلة ناصر والقيادات العسكرية والإدارية بالمشاركة في تكريم طاقم حكامها ولاعبي الفريقين بالميداليات والشهادات التقديرية. جميل. بعد الفاصل نعود إلى الصحف العربية والعالمية وإلى أخبارنا المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. ألمانيا توقف بيع الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن، هذا عنوان في العرب الجديد. في تفاصيل الخبر، المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت أعلن أن برلين أوقفت صادرات الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن، في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية ومعها الإمارات. وكتب زايبرت في تصريحات مقتضبة عبر صفحته على تويتر: ألمانيا لا تصدر حاليا أي تصاريح بتصدير أسلحة لا تتوافق مع نتائج المحادثات الاستكشافية للحكومة الجديدة، دون أن يذكر تفاصيل أخرى. غير أن الورقة التي نتجت عن المحادثات الاستكشافية تنص على أن الحكومة الألمانية لن تصدر من الآن فصاعدا أي تصاريح بتصدير أسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن. هذا وكانت وزارة الاقتصاد الألمانية قد أعلنت في إفادة للبرلمان أن برلين أصدرت تصاريح بتصدير أسلحة لدول خارج الاتحاد الأوروبي في الربع الثالث من عام 2017 تقدر قيمتها ب 871 مليون يورو. وجه ناشطون وإعلاميون يمنيون أصابع الاتهام إلى ميليشيات الحوثي بخطف موظف يعمل في مؤسسة أممية في صنعاء، وعنونت صحيفة الشرق الأوسط حول ذلك: اتهام للحوثيين بخطف موظف أممي في صنعاء. حيث أعلنت عائلة يمنية
خطف ابنها الذي يعمل موظفا في منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة وباقتياده إلى مكان مجهول. وأفاد الصحفي اليمني عبد الرحمن بجاش وهو إعلامي مخضرم بأن مسلحين ملثمين على متن سيارة اعترضوا نجلة هشام بعد خروجه من عمله، وكان برفقة زوجته قبل أن يقتدوه من خلف مقود سيارته إلى مكان مجهول. ولم يتهم بجاش جهة بعينها، لكنه أكد أنه لا يعلم أين ابنه حتى اللحظة واكتفى بالكتابة. اعترضت سيارة ابني هشام الذي يعمل في منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، كان خارجا من مقر العمل هو وزوجته بسيارته ليفاجأ بمن ينزل وهو ملثم يجره من خلف المقود ويأخذه ويترك زوجته على السيارة ويذهب. إلى اللحظة لا أدري أين ابني. أكثر الأخبار إيلاما كما علقت عدد من المواقع هو ما جاء في صحيفة الرأي والتي عنونت عن مجزرة ثلجية أودت بعشر سوريين بينهم أطفال تجمدوا على طريق التهريب إلى لبنان. قالت الصحيفة: مجزرة ثلجية، هكذا يمكن وصف النهاية السوداء التي كتبت على البساط الأبيض الذي افترش مرتفعات لبنان وتحديدا في جرود منطقة الصويري المصنع البقاع، حيث التهمت العاصفة 10 نازحين سوريين، 7 إناث بينهم قاصرات وطفلة، و3 ذكور بينهم طفل كانوا يحاولون الدخول خلسة إلى بلاد الأرز عبر طريق تهريب كمن لهم عليها الصقيع فماتوا متجمدين. أيمن نبيل يكتب عن أجنحة حزب المؤتمر الشعبي العام 3 معتبرا أن في موت صالح موتا أيضا لحزبه أو لدوره، ويضيف في جزء من مقاله المنشور في الجزيرة نت: بعد مقتل صالح انتهى حزب المؤتمر الشعبي العام كما نعرفه منذ 1982، فحزب السلطة متغير تابع. ثم إن رحيل الشخصية المتسلطة التي تفرض الحدود على مكونات بناء سياسي يسير بالفساد والانتهازية ويعتمد على إمكانات الدولة يحرر كل النزعات الانتهازية والمصلحية وحتى الأديولوجية إن وجدت من ضغط الزعيم وسلطته. وهكذا رأينا بعد أيام قلائل من مقتل صالح وجود 3 أجنحة في المؤتمر على الأقل. جناح الرئيس هادي وهو حالياً الأقوى من الناحية الرمزية لكونه يتفق مع الصفة التاريخية للمؤتمر كحزب سلطة، وجناح صنعاء وهو الجناح الذي انتخب مطلع يناير كانون الثاني الجاري تحت سلطة الحوثيين صادق أبو راس رئيساً لحزب المؤتمر. إن موقف هذا الجناح يفسر بعدة أمور، أهمها الخوف من قمع حركة طائفية لم تكتفي بتصفية صالح وهو قائد لقوات عسكرية في نهاية المطاف، بل وأعدمت شخصية سياسية مدنية الأمين العام لحزب المؤتمر. وفي الخارج هناك جناح ثالث لحزب المؤتمر يتبع للإمارات، وأغلب الهاربين المؤتمريين من صنعاء بعد مقتل صالح ينضمون تحت لواء هذا الجناح، فالإمارات كانت تراهن على صالح لإدارة شمال اليمن. وبعد مقتل الأخير ما زالت الإمارات ترى لحزب المؤتمر وظيفة أمنية في الشمال تشابه وظيفة السلفيين الحراكيين التابعين لها في الجنوب، قوة سياسية لها قواعد اجتماعية يمكن دعمها مالياً وعسكرياً لإدارة شمال اليمن وضمان المصالح الإماراتية فيه، متجاوزة بذلك السلطة المفترضة لحكومة هادي. تعتبر رواتب الزعماء والرؤساء على مستوى العالم من أكثر الموضوعات التي تثير اهتمام الناس، ورغم حرص بعض الدول على إخبار مواطنيها برواتب زعمائها بكل شفافية تبقى رواتب الرؤساء والقادة في دول كثيرة من الأسرار التي لا يباح بها. وقد سلط موقع بيزنس إنسايدر الضوء على رواتب أشهر زعماء العالم وهي كما يلي: يبلغ راتب الرئيس الروسي بوتين حوالي 155,000 دولار سنويا، وذلك بعد أن بلغ 136,000 دولار سنويا عام 2016، فيما يبلغ راتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 400,000 دولار سنويا، لكنه ذكر من قبل أنه سيكتفي بدولار واحد فقط في السنة. أما رئيس الوزراء الكندي فإنه يتقاضى 260,000 دولار سنويا، ويعتبر هذا الراتب
ضعف راتب النائب البرلماني، أما أقل من يتقاضى راتباً فهو الرئيس الصيني والذي لا يتجاوز راتبه راتب 20,000 دولار سنوياً فقط، ويعتبر من أقل رواتب الزعماء على الإطلاق، كما يحصل رئيس وزراء الهند على حوالي 28,000 دولار سنوياً فقط. إلى شبكة البي بي سي والتي عنونت في أحد أخبارها الأكثر قراءة: الشرطة الأمريكية تلقي القبض على صبيين بتهمة قتل 500,000 نحلة. قالت البي بي سي: الشرطة الأمريكية ألقت القبض على صبيين بتهمة قتل 500,000 نحلة وبالتخريب المتعمد لمشروع لإنتاج عسل النحل في ولاية أيوا. وقال الموقع: شملت عملية التخريب التي وقعت في نهاية شهر ديسمبر الماضي تدمير 50 خلية نحل في مزرعة في مدينة سيوكس، مما أدى إلى قتل النحل الذي تجمد من البرد. وقال مالك المشروع، قال مالك المشروع إن الصبيين تسببا في أضرار بقيمة 60,000 دولار، ووصفا الجريمة بأنها غير مسؤولة تماما. قالت زوجة مالك المشروع: اقتحما كوخنا وأخذا كل الأدوات الموجودة، دمرا كل ما طالته أيديهما، الأمر لا يتعلق بالسرقة بل بالتخريب وبتحطيم كل شيء. تتابع البي بي سي: أثارت تلك القضية اهتماما محليا ودوليا، ودشن مواطنون حملة إلكترونية لمساعدة الزوجين على بدء المشروع مجددا، وجمعت أكثر من 30,000 دولار. إنك إذا أخذت مساقا في العلاقات الدولية في الجامعة ولم يذكر فيه المحاضر مسألة ميزان القوى مطلقا، فعليك أن تتصل بالكلية التي تدرس فيها وتطالب باستعادة الرسوم الجامعية التي دفعتها. هكذا بدأ أستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفارد ستيفن وولت مقاله المعاد نشره في الغد، ومضيفا: على الرغم من تاريخها الطويل والمميز، فإن هذه الفكرة البسيطة غالباً ما تنسى من جانب نخب السياسة الخارجية في أمريكا. وبدلاً عن السؤال لماذا تتعاون روسيا والصين، أو التفكير بما جمع إيران سوية مع شركائها في الشرق الأوسط، فإنهم يفترضون أن هذا يجيء نتيجة للاستبدادية المشتركة وانعكاساً لمعاداة أمريكا، أو كشكل آخر من أشكال تضامن الأيديولوجي. ويشجع هذا النوع من فقدان الذاكرة الجمعي القادة الأمريكيين على التصرف بطرق تدفع الأعداء عن غير قصد إلى رص صفوفهم. هكذا تحالفت الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى مع الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية، لأن إلحاق الهزيمة بألمانيا النازية أخذ الأسبقية على مخاوفهم طويلة الأمد من الشيوعية. وقد التقط وينستون تشرشل هذا المنطق بشكل مثالي عندما قال مزحاً: إذا قام هتلر بغزو جهنم فإنني سأتحدث على الأقل بحالة إيجابية عن الشيطان في مجلس العموم. وكان الرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين قد أعرب عن عاطفة مشابهة عندما قال: سوف نضع أيدينا بيد الشيطان إذا سعتنا ذلك على تحطيم الرايخ الثالث. إنك عندما تريد حلفاء فعلاً فإنك لا تستطيع أن تكون انتقائياً. للأسف عملت الولايات المتحدة العكس بالضبط طيلة العقود القليلة الماضية، خاصة في الشرق الأوسط. فبدلاً من عرض المرونة فإننا التصقنا بصلابة بنفس الشركاء، وقلقنا أكثر بشأن تطمينهم بدلاً من حثهم على عمل الأفضل كما نراه. جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الغارديان قامت بنشر صور متنوعة من مختلف أنحاء العالم، نتابعها سويا.
وبالسياسة المرسومة كاريكاتير نختم حلقة اليوم من كشك الصحافة. مشاهدة ممتعة، إلى اللقاء.